ثم القضايا نتاع جمال اللي طلبتهم علينا مدام كلثوم. يا خرر ما حبس هذا سرقة زاتلة تحايل شو قاعدك معاه؟ سمحني أختيش تعينت الجلسة؟ 4 أيام أخرين. قتال يوم في شهر؟ يوم 5 في الشهر. راجلك في بالو؟ لا ما في بالوش راجلي، خاطر الاستدعاء مشى للأدريسة القديمة. كلثوم المحامية يعرفوا كل شيء راه. باهي سامحني تنجم تخلينا وحدنا؟ يا اخي يعرف ولادك؟ شكون؟ هو هاي يعرف ولادي، علي فما مشكلة؟ ما فما حتى مشكلة، أما ما يلزمش تمرمد ولادك على خاطر راجل. شنو تقصد؟ ما نقصد حتى شيء، أما كي يطلع يتمنيك عليك، عادي بك في وقايت. إي شنو معناه؟ معناه يرقد معايا ويطيشني؟ مانيش قاعدة نعمل في حاجة غالطة أنا. هو الصغار. شبيهم صغاري؟ شو مشكلتك انت يا اخي؟ شبيها هذي؟ انا ما عندي حتى مشكلة، جوست اخمم في ولادك. ما تخممش في ولادي، انا نخمم فيهم ولادي. خمم في روحك يا عايش. نظن اللي كلثوم قتلك اللي فما 5 سنين حبس للزوج. هاي نعرف، فما حاجة اخرى؟ ليه؟ اما انا ما عادش نجم نعاونوك في الكلام.